نينتندو سويتش ينقذ فتاة مختطفة، وفيلم ميشن امبوسيبل متهم بتقليد انشارتد، وكيف تشاهد ابل تي في بلس مجانا. التفاصيل في نشرة شيء تك لآخر أخبار عالم الألعاب تأتيكم كالآتي. كيف تحصل على اشتراك مجاني في ابل تي في بلس؟ طريقة سهلة وسريعة. وفر ما يلي: جهاز بلاي ستيشن 4 أو 5، حساب في شبكة بلاي ستيشن، حساب في ابل، حمل تطبيق ابل تي في بلس على جهاز بلاي ستيشن الخاص بك، ادخل معلوماتك، بعدها استمته باشتراك مجاني لستة أشهر على بلاي ستيشن 5 أو 3 أشهر على بلاي ستيشن 4. ولا تنسوا، العرض قائم حتى 31 يوليو. فيلم ميشن امبوسيبل يثير الجدل، فبعد نشر الفيديو الدعائي للمهمة المستحيلة ظهرت لقطات من الفيلم مطابقة تماماً لمشهد القطار في لعبة أنشارتد، مما أثار ردات فعل مختلفة حول هذا التشابه، أعاد الحنين لبعض عشاق اللعبة وأثار غضب البعض الآخر. أما مخرج اللعبة فقد شارك اللقطات على حسابه في تويتر معلقاً: هذا أصدق أسلوب للتعبير عن الإعجاب. في حال شاهدتم الفيلم شاركونا آراءكم، هل لاحظتم هذا التطابق؟ جهاز نينتندو سويتش ينقذ فتاة مختطفة. فقد تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من إنقاذ فتاة في 15 من عمرها بعد اختفائها ل11 يوماً، حيث سمح الخاطف للطفلة بجلبها جهاز الألعاب نينتندو سويتش خاصتها الذي شبكته بالإنترنت لاستخدام اليوتيوب، وهو ما أعلم صديقاتها بأنها أونلاين، ليتوجهن دون تردد إلى الشرطة وإبلاغهم بالأمر، الأمر الذي ساعد رجال الشرطة على تحديد الموقع ومحاصرته وإعادة الطفلة المفقودة لذويها. وأخيراً، مايكروسوفت تربح قضيتها ضد FTC. أصبح الآن بمقدورها إتمام الاستحواذ على أكتيفيجن، وبعد عملية الاستحواذ مايكروسوفت تقترب لتكون أكبر ناشر ألعاب على بلاي ستيشن. وعندما نتحدث عن أكتيفيجن فيجب التطرق إلى اللعبة المحبوبة Call of Duty. إلى ذلك، إليكم آخر الأخبار والتسريبات: سوني تتفق مع مايكروسوفت على إبقاء اللعبة على بلاي ستيشن لعشرة أعوام قادمة، وتسريبات تشير إلى قدوم جزء جديد من Call of Duty Black Ops في 2024، والأحداث تدور خلال فترة حرب الخليج. أما الجزء المنتظر Modern Warfare 3 فسيحصل على 3 مميزات في حال صدقت التسريبات: عودة خريطة Classic Mini Map ونينجا بيرك، بالإضافة لعودة War Modes. بديلة فيفا الجديدة EA Sports FC 24 تثبت التسريبات بفيديو جديد جمع نجوم اللعبة وتؤكد موعد الإصدار 29 سبتمبر. أما السعر فيبدأ من $70 لنسخة البلاي ستيشن وإكس بوكس وبي سي، و$60 لنسخة النينتندو سويتش. هذه كانت نشرتنا لآخر أخبار الألعاب لهذا الأسبوع. لا تفوتوا جديد شيء تك وتابعوه على كافة المنصات لمعرفة آخر مستجدات عالم الألعاب وأكثر.